باكزاب بوغ اون سياتالجي ولا تجيب الالم تاع ظهرو ولا الالم عنده اون سياتيك ما تقدريش تقولي له وليدي بالحد ما ندير لكش راني بالسبت سي با نورمال سي با نورمال حيت ما دخلت دوكا تيك لازم كي يحتاجها الانسان يديرها. فوائد كثيرة بغض النظر على الطريقة تاع العمل تاعها. الحجامة لو كونسيبت تاعها قلنا انه كي نحطوا هذوك الكاسات على جسم الانسان اننا هذوك الكاسات عندهم ارتباط مع بعض الاعضاء داخل الجسم. بالك حد سقتيني على الناس شكون هما اللي يقدروا يديروا الحجامة واللي ما يقدروش يديروا الحجامة. الناس بزاف عندنا تاني كما فاهم خاطئة يقول لك المرأة كي تكون بالنسبة للمرأة نويدو بالمرأة المرأة اللي تكون في فترة لابخوكرياشون ويجيها الحيض تاعها ما تقدرش حجامة. هذا خطأ لأنه دم الحيض ما عنده حتى علاقة مع دم الحجامة. حاجة تانية الدم تاع لودون يقول لك الناس بزاف يقولوا لي أنا لوك علاش ندير الحجامة نروح ندير لودون دو سون ما عندوش علاقة خاطش قلنا هذا الدم نجيبوه من الأوردة وهذا الدم نجيبوه من النهايات من نهايات تاع الشعيرات اللي تكون عندها علاقه مع الاوردة والشرايين. شكون هما الاعمار ما لازمش نديروا الحجامه عند اطفال اقل من 4 سنوات. الناس اللي تكون المراه كي تكون حامل في لو برومي تريمس ما نقدروش نديروا لها الحجامه سورتو في منطقه الحوض ومنطقه البطن. الناس اللي تكون عندهم انسوفيسانس رينال تيرمينال الناس اللي عندهم يعانيوا من فشل كلوي يكون في المرحله الاخيره هادو ما نقدروش. والناس اللي عندهم بعض السرطانات لانه علاش الناس يقولوا لي بزاف اكون تقولي منايا باللي انه كي نديروا حجامه راح تفرز مواد تحارب الخلايا السرطانيه وعلاش الناس هذوما ما نقدروش نديروا لهم حجامه سي اون كونتراديكسيون. دوك نفهمهم باسكو بزاف ناس دوكا اللي يديروا الحجامه ماشي يديروها عند مختصين يروحوا يديروها عند ناس اللي دارت اون فورماسيون دو 2 أو 3 jours. هذا شيء خطا ما يقدرش يعرف جسم الانسان كما يعرفه الطبيب. دونك انا الى حطيت الكاس في المنطقه اللي فيها ورم راح نسحب الدم كامل لهذيك المنطقه. دونك الى زدت درت الحجامه على هذيك المنطقه راح نشط راح نزيد شغل ندير ترويه لهذاك لهذاك الورم دونك راح تزيد اون بروليفيراسيون تاع لي سيلول تيمورال ولا السرطان راح ينتشر في كامل الجسم. ولهذا ننصح الناس انهم كي يديروا حجامه يديروها عند واحد اللي يعرف يكون مختص خصو من احسن يكون طبيب باش هكا تفيدهم وما تضرهمش. هادو هما جينيرالمون لي كونتر انديكاسيون. وعندنا ثاني الناس اللي عندهم يكونوا دايرين دي بيس ميكر هادوك ممنوع عليهم الحجامه ما نقدروش ندير لهم الحجامه سورتو على منطقه الصدر. هل توجد ايام معينه للقيام بالحجامه دون غيرها؟ لا 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 لا, لا, لا. اي شوفي كي تكون علاجيه انت كي تستحقي علاج وتروحي لي زورجونس ما يقولكش ولي بالحد ولا ولي باثنين. كي انت تجي في حصه حجامه وتكوني تحتاجي لهذيك الحصه ديريها في اي وقت. انت عندك الم وانا حبيت نخفف لك الالم ما نقولكش ولي لي بالحد ولا باثنين. الحجامه العلاجيه تندار في اي وقت حتى الناس اللي تقول لك لازم دوكاتيك لحقنا المرحله ولازم نفصلوا الدين عن الحجامه راهي دخلت شغل كطبيب طب بديل. دونك ما نقدرش انا نقعد في الايام السنيه تاع 19 17 21 لازم نفصلوا هذه على هذه. كي يجي مريض ويحتاج انك باكزابور اون سياتالجي ولا تجيب الالم تاع ظهره ولا الالم عنده اون سياتيك ما تقدريش تقولي له وليلي بالحد ما ندير لكش راني بالسبت سي با نورمال سي با نورمال. الحجامه دخلت دوكاتيك لازم كي يحتاجها الانسان يديرها ما كاينش اوقات. تقدري ديريها الصباح تقدري ديريها العشيه تقدري ديريها في كامل ايام الاسبوع. ما هو الفرق بين الطب النبوي والطب الغربي؟ الطب النبوي يعتمد على كما قلنا هو طب تقليدي جينيرالمون كما هما يسموه طب تقليدي هو طب تكميلي. شوفي الطب التكميلي ما يقدرش ينفصل عن الطب الغربي. انا كطبيبه قريت في جامعه دونك عندي لازم الطبيب يدير ان اكزامين كلينيك لازم يدير دي راديو لازم يدير دي بيلون يدير ان دياغنوستيك ابري يدير لو تريتمون. مي اون باراليل هادو لي تريتمون اللي نديرهم حنايا الا كاين حاجه اون باراليل تقدر المسولاج لو باسيون وعلاش ما نديرهاش. لحقنا المرحله وين لازم نعترفوا بقيمه الحجامه. كاين بزاف في العالم
يستعملوا الطب البديل، عندنا لا فيزيوثيرابي، عندنا لا كوبينكتور، عندنا لا ريفليكسولوجي، عندنا العلاج بالطاقه، عندنا بزاف، عندنا حتى الطب النفسي يدخل في الطب تاعنا. دونك كي يكون انسان عنده مرض بالضبط سرطان ولا يخي اون باغال نبعثو عند طبيب نفسي باش بور لو سولاجي. وعلاش انايا اذا ما قدرتش نستعمل الحجامه كطب تكميلي للطب اللي الطب اللي نعرفوه حنايا، بيسك هي ما تضرش وتفيدني. الحجامه شوفي عندنا ان بوين في الظهر اللي يسموه الكاهل، يقدر يداوي لي او ميم طون اكثر من 70 مرض. الفات اللي نحط الكاس على الكاهل وندير الشفط ونجبد هذوك الاخلاط، نقدر هذا لو بوين وحده يداوي لي اكثر من 70 مرض في جسم الانسان. اسكو كاين في بعض الحالات يمكن انه الدواء ما يفيدش هذاك الشخص؟ يقدر، كاين بزاف، خاطش قلنا الحجامه تقوي المناعه، تقوي المناعه. الحجامه تضبط عمل الغدد، الحجامه تضبط عمل الاجهزه كامل الاعضاء في الجسم، فهمتيني؟ دير الترويه للاعضاء. اسكو راكي تشوفي هذه حاجه قليله؟ دونك كاين ناس باغزابل عندهم لي مالادي اوتو ايمون اي توسا، دونك ما نقدروش نسولاجيوهم غير بالتريتمون. الحجامه تكون وسيله، وعلاش ما نستغلش هذه الوسيله جو مومون كو تريح لي المريض ديالي؟ يعني تساعد العلاج الطبي. اكيد اكيد الحجامه تساعد، وهذوما ما رانيش نهضر بك هكا، كاين دراسات اثبتت ضرر الحجامه. وثاني حتى في العمل اليومي تاعي انايا ما درتش الحجامه باسكو هكا دو جوغ او لوندوما نط قلت اليوم لازم ندير حجامه، ماشي ما عندهاش كامل علاقه، باسكو الناس يتهمونا بلي انه ندير حجامه من جانب الربح. لا باسكو انايا شفت بلي كانوا عندي دي مالاد وما لقيتش حيله واحده اخرى اني نسولاجيهم، مالغري مدينا لهم لي تريتمون وقفنا معاهم درنا وكامل، قلت وعلاش لا جيسي الحجامه عندهم. شت باللي وتشوفي باللي الانسان هذاك يتحسن بعد جلسات الحجامه، حتى انه البرهان كيفاش نشوفوه في التحاليل. ابخي هذاك الانسان التحاليل تاعو تتسقم، ونضطر حنا كاطباء، انا قبل ما نكون حجامه حنكون طبيبه، اني حتى انه الانسان هذاك نبدا نقصلو في الادويه والجرعات ديالو. في الاخر دكتور، وش ما هي النصيحه اللي تقدميها للمشاهدين؟ نصيحه كطبيبه اولا نقول للناس، انا من الاحسن ديروا الحجامه قبل ما لي مالادي اساس طال عندكم. لازم تكون عندنا ثقافات كوقايه، نديروها كوقايه احسن، وتوجور الوقايه احسن من العلاج. لازم الحجامه نعطوها حقها، الحجامه لازم يكون عندها اهل الاختصاص تاعها، ماشي اللي جاي يدير حجامه ومشي في اي مكان. ومن الاحسن انه يكون طبيب ولا مختص في الحجامه اللي يعرف واش معناتها، باسكو الحجامه راهي بحد ذاتها علم واسع لازم نتعمقوا فيه، مالغري مازال ما عطينا لهاش حقها. نقولهم للناس انه واش حبيت نقول للناس، انه لازم نبعدوا المفهوم هذاك تاع الدين، ندخلوا الحجامه غير في الجانب الديني، باسكو رانا نديروها خاطر هي سنه. هي الحجامه اثبتت علميا انها عندها تدخل في علاج امراض كثيره. يعطيك الصحة دكتور على كامل هذه المعلومات القيمة. حصة أخرى إن شاء الله نتلقى. وبهذا كنا وصلنا نهاية عددنا تاع اليوم، تلقوا في العدد الجاي، إلى اللقاء.